رغم كل اللي بيحصل. 86 ذهبت إلى مصر، تحدي جديد ورايحة يعني مغامرة يعني، صح، قد أنجح. لكنك إيش سر يعني بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، عمار، نحكي عن شعر نزار قباني، أيضا شعرانا بدر، الأمير بدر عبد المحسن، وكل وعندك الحين مستمر مع مثلا الأمير عبد الرحمن، يعني إن شاء الله وإن شاء الله ما تخوني الذاكرة نسيت أحد من الأسماء المهمة سواء شعريا أو لحن. ما هو السر؟ يعني محمد عبد الوهاب يقول لك بخري صوتك لما سمع صوتي، وش السر؟ أول ما رحت مصر، أول حاجة أنا رحت لأنه في قيمة كبيرة جدا اسمها بليغ حمدي هو اللي شجعني. شوفي الصورة هاي، هذه صورتي أول مرة أروح لبيت الأستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير طبعا، وذا الأستاذ بليغ حمدي. الأستاذ بليغ هو السبب أني أنا رحت لمصر ودرست. أنا قلت له أنا مستحيل كيف نعيش في مصر، أنا ثانوية عامة في تونس. قال لي خذي الثانوية وتعالي خشي الأكاديمية درسي موسيقى. فإحنا وقتها ما كانش عنا أكاديمية، يعني ما كانش عنا دراسات عليا في تونس، توا عنا دراسات عليا في تونس. فضربت في دماغي ورحت خدت أمي وأخويا ورحنا. رحت، نقول لك حاجة، لما رحت الأكاديمية الأستاذ إبراهيم الحجار اللي هو المدرس عندنا في الأكاديمية كل ما يجي يسمعني دور مثلا إمتى الهوى يجي سوا أو أنا هويت أو يلقاني حافظته، حيرانة لي، افرح يا قلبي، كل هالأغاني اللي هي المدرسة الكلاسيكية، فيخزر لي هكا يقول أنت إمتى حفظتي كل ده؟ أنا تأسست لأنه بتونس تعلمت هذا كله، فرحت جاهزة. فالسر أنه هالفنانين الكبار لما يشوفوك جاية، يشوفوني جاية واحدة جاية جدية مش جاية تتسلى، جاية تدرس موسيقى في أكاديمية الفنون. يعني الأستاذ محمد عبد الوهاب أول مرة شايفني في أكاديمية الفنون هو اللي طلب يشوفني، قال لهم جيبوا لي البنت اللي غنت امبارح أغنية حيرانة لي مع فرقة أم كلثوم ومش عارف أنا مين. فلما جيت وسلمت عليه، حتى أول واحد في حياتي يقول لي لطيفة هانم، وأنا شعري كتشفال كده بس. قال لي تفضلي تفضلي وكده، فقال لي أنت مش مصرية؟ قلت له لا أنا من تونس. فحتى قال لي يومها، قال لي أنت دؤوبة وأنا بحيي فيكي ده، وأنت لازم تجيني البيت. وبعدها رحنا له أنا والأستاذ محمد سلطان. فهم لما يشوفوا أنه موهبة، الموهبة لا تكفي. يعني الصوت وحده لا يكفي. نجحتي في اختبار الإذاعة والتلفزيون الشاق في مصر؟ أو إيه؟ على طول في المرة الأولى؟ أو على طول. يعني أنا أول ما دخلت الأكاديمية خدوني في فرقة أم كلثوم اللي هي تابعة الأكاديمية، غنيت على بلد المحبوب وحيرانة لي، وبعدين في الإذاعة الله يرحمه الأستاذ محمد الموجي عمل لي قصيدة مع الأستاذ مصطفى عبد الرحمن. فعلى طول يعني الحمد لله. يعني إيش الأغنية اللي هي كانت الإقلاع؟ ألبوم أكتر من روحي بحبك مع الأستاذ عمار شيري. والأغنية تحديدا أرجوك اوعى تغير.